في البداية زي ما متعودين بنشوف آخر الأخبار اللي حصلت. معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في زيارة لدولة العراق الشقيق لحضور مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على استقطاب كل ما يحدث داخل المنطقة العربية واحتواء كل الأحداث داخل المنطقة العربية بشكل كامل. المؤتمر الهدف منه هو استمرار العلاقات بين الدول العربية الشقيقة وبخاصة مصر والعراق والأردن. الرئيس بينقل التجربة المصرية الاقتصادية المتكاملة اللي حصلت على أرض مصر إلى دولة العراق الشقيق، سواء في مدى ما وصلت إليه مصر من تطورات في البنية التحتية، في الإنشاءات، في التطور في مجال الطرق والكباري ومختلف أشكال العمارة والحضارة التي حدثت على أرض مصر في ظل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى أن العراق دولة بتجمعها علاقات قوية جدا بينها وبين مصر. الرئيس حريص على الحفاظ على وحدة الشعب العراقي، وصرح بده في الكلمة التي ألقاها في خلال الخطاب الذي ألقاه داخل مؤتمر بغداد للتعاون الدولي، وتقدم بالشكر لمعالي رئيس الوزراء العراقي على حسن الاستقبال والضيافة والاهتمام بالفكر المصري. وكمان الرئيس بينقل التجربة المصرية كاملة حتى في مشروعات الاستدامة التي حصلت على أرض مصر. مصر النهاردة بتكون مرآة للعالم العربي أجمع وللعالم بشكل كامل لكل اللي حصل على أرض مصر في خلال عدد السنوات السابقة ومدى التطور الحضاري الذي شهدته مصر. والرئيس دايما بيحرص على نقل التجربة المصرية إلى مختلف الدول العربية المحيطة عشان يستفيدوا من مدى ما توصلنا إليه من تطورات بشكل مختلف.